السلام عليكم. عليكم السلام. أهل السنة في آخر البث حبيبي، سني أم شيعي أم مهتدي؟ أنا اتصلت بي قبل فترة قلت لك شيعي ومعتدل إذا تذكرني. حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل يا حبيبي. أهلا وسهلا بك. سبحان الله، جاء أختم القرآن، أنا مسوي ختمة يعني بيني وبيني، أقرأ يوميا صفحتين أو ثلاث ما شاء الله، الله يوفقك يا رب. فوصلت سورة التوبة، نعم، وعبرت على الآيات أعتقد بين ال 18 وال 24 زين. نعم، فقرأت آية اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. نعم، ألو، معك. فالمهم اجت ببالي آية الولاية اللي يستدلون بها شيعة. نعم، فقلت باوع هاي الآية يعني ممكن انه الآباء والإخوان يكونون أولياء، كيف انه بيش الآية انما وليكم الله ورسوله تقصد الإمام علي فقط؟ الله أكبر، وهنا هاي الآية يقولون أباءكم وأخوانكم. أحسنت والله، يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم وآباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر. إما نتولى من يا رب الآية بقى اللي في سورة الآية رقم 55 في سورة المائدة تبين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا المؤمنين. بالضبط، ما شاء الله عليك، الله يحفظك. أما إذا تسمح لي أستاذ رامي شيخ رامي، تفضل. الآية الثانية اللي خلتني أتذكر شيعة كامل يعني قاطبة، اللي هي الآيات اللي قبلها، آية 18 أعتقد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله. الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وإن شاء الله إحنا من المهتدين. ما شاء الله عليك، استدلال جميل جدا. إنما يعمر مساجد الله، ولم يقل الحسينيات، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة، ما فيش ولم وآمن بالإمامة، ألا يدل لذلك أخي الحبيب؟ يا أخرامي، نعم، بس هي الفكرة اللي يعني أنا أثرت بيها، تعرف شيء؟ إنه أنا بمنطقتي أكو مسجد وأكو حسينية وقريبات على بعض جدا، والمسجد دائما عامر بالمصلين بالفروض الخمسة، أما الحسينية فبعد أنت أعرف. نعم، أعتقد لو نسمع أذان واحد باليوم لو ما نسمع، لا حول ولا قوة، الحمد لله. والحمد لله أنا بالنسبة لي لا أخاف من أحد ولا شيء، والتزمت بهذا المسجد ورحبوا بي ويعني مرتاح للوضعية الحمد لله وشكرا. الله يحفظك حبيبي. هل أنت يعني اهتديت وحدك ولا أسرتك معك؟ والله حاليا يعني وحدي، الله يهديهم والأسرة بعد إن شاء الله، أنا أحاول والله يهديهم الهداية من الله. أسأل الله أن يهديهم وأن يأخذ بيدهم إلى التوحيد يا حبيبي، وهنيئا لك هذه العقلية بس الجميلة. هم يعني سرامي. بس أنا عايز أقول لك حاجة قبل ما تقول أنت هذه النقطة، الله يسعدك، شفت كل شيعي عاقل أسأله إيه سبب هدايتك؟ إما يقرأ القرآن بتدبر، لذلك الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا تجعل قفل على قلبك أخونا المهتدي، هذا ما شاء الله ما تدبر القرآن هتجد يا شيعي، كل ما تقرأ أكثر ستجد آيات تنقض هذا المعتقد، ستجد آيات تنقض الإمامة، الولاية التكوينية، العصمة. حياك الله يا حبيبي، تفضل. بالنسبة للأهلي أستاذ رامي، يعني هم ما مشددين، بالعكس هم حالهم حالي يعني معتدلين، وما عندهم أمور الشيعة اللي يتميزون بها هم حاليا، وانت فاتح برنامجك على مود يعني يدرون باهتديت وهذه الأمور، وما عندهم أي اعتراض. ما شاء الله، هنيئا لهم وهنيئا لك الحمد لله وشكر. أسأل أن يوفقك يا حبيبي ويبارك فيك يا رب، وسعدت بهذا الاتصال والله. أنا أشكرك أستاذ رامي، جزاك الله خير، حياك الله، أحسن الله إليك وشكر الله لك، جزاك الله خير يا حبيبي، بارك الله، مع السلامة، رحم الله، حياك الله، مع السلامة.